بسم الله، هنبدأ أول محاضراتنا في سي سي إن إيه راوتينج أند سويتشنج. هنتكلم بقى طبعًا زي ما قلت لك إن الكورس بتاعنا بيتقسم لأربع تراكات. هندرس مع بعضينا أربع تراكات، هندرس الفاندمنتال، هندرس الراوتينج، هندرس السويتشنج، هندرس الوان. دول الأربع تراكات اللي إحنا هنشتغل عليهم. هندرس فاندمنتال، هندرس راوتينج، هندرس سويتشنج، هندرس وان. طبعا هو سيسكو بتقول لك في ناس كتير بتحب تبدا بالسويتشنج بعد كده الراوتينج، بس انا بحب ابدا الراوتينج الاول عشان اساسا السويتشنج معتمد على الراوتينج، على جزء في الراوتينج. يعني اول حاجه هناخد بدايه مبادئ الشبكات او نتورك برنسبلز. يعني ايه بدايه الشبكات بتاعتي او نشاه الشبكات او امتى، يعني ايه كانت امتى كانت فكره النتورك بتاعتنا. النتورك كانت فكرتها في اوائل الستينيات، والمفترض ان هي بالظبط سنه 1969 وزاره الدفاع الامريكيه او البنتاغون. حصلت ايه؟ حصلت ان هي كانت متوقعه كارثه نوويه، ان هي حد هيضربها نووي. طبعا انتوا عارفين ان امريكا كانت ضربت اليابان بقنبلتين نوويتين على هيروشيما ونجازاكي، الكلام ده في الحرب العالميه الثانيه. كان بقى في تهديدات على امريكا ان هيكون في كارثه نوويه عليها. فراح الجيش راح عمل لك ايه؟ راح جابوا مجموعه من العلماء، راح كلف مجموعه من العلماء، كلفت الوزاره مجموعه من الباحثين في مهمة إيجاد شبكة اتصالات. ليه بقى في مهمة إيجاد شبكة اتصالات؟ عشان تقدر تستمر، تستطيع إنها تستمر في الوجود. يعني إيه؟ في حالة هجوم نووي، يعني يكون في إعادة توجيه ديناميكي. يعني إيه إعادة توجيه ديناميكي؟ يعني أنتوا عارفين إن أمريكا عاملة قواعد عسكرية يمكن في أغلبية دول العالم. فقالت لو احنا اتضربنا وفي قاعده عسكريه اتضربت، فالداتا او الداتا اللي موجوده في القاعده العسكريه الموجوده هنا دي ما يحصلهاش اي حاجه، ولا تنضرب اي شيء، ولا يحصل لها اي مكروه ولا اي شيء. فقالت ان احنا عايزين حاجه تقدر تعمل لنا عمليه إعادة توجيه ديناميكي، يعني الداتا ما تكونش في نقط في موقع عسكري واحد بس. يعني مثلا أنا حاطين مواقع عسكرية في أغلب الدول العربية دلوقتي، فكل مكان في كل قاعدة عسكرية في كل الداتا بتاع وزارة البنتاغون كلها. فقالوا إن إحنا عايزين نعمل مشروع كده اللي هو مشروع تكوين شبكة اتصالات نتورك، يكون عندنا شبكة اتصالات نتورك ليس لها مركز تحكم رئيسي. يعني هي ما فيش كنترول في مكان معين. امال ايه؟ قال لك اذا دمرت احدها او حتى دمرت 100 من اطرافها فان النظام يستمر في العمل. وده طبعا الافضل، ان في مثل صيني بيقول لك ايه، لا تدع كل البيض في سلة واحدة. فهنا بيقول لك ان هم المشروع اللي هم عايزينه ده او الربط ده يقدر يشتغل من كذا مكان، مش من مكان واحد بس، اقدر افتح النتورك بتاعتي من كذا مكان. طيب الاساس في الشبكه دي اللي هي المراد تصميمها كان للاستعمالات الحربيه بس. يعني هم كانوا عاملين المشروع ده من اوله لاخره للاستعمالات الحربيه. يعني ايه الاستعمالات الحربيه؟ يعني خاص بوزاره الدفاع فقط لا غير، يعني يكون خاص بوزاره الدفاع بس. في الوقت ده كان نوع في زل ما كانش في اي نوع من انواع الشبكات نهائيا خالص، ما كانش يعرفوا لسه يعني ايه كلمه نتورك، ما كانش في حاجه خالص اسمها نتورك خالص. فراحوا عملوا ايه بقى؟ راحوا جابوا مجموعه الباحثين دول وقالوا احنا عايزين نشوف ايه هي البنيه التحتيه اللي موجوده او الانفراستراكشر اللي موجوده في الدوله عشان نقدر نعمل شبكه او نقدر نأسس نتوركس. قالوا ان البنية التحتية اللي موجودة في اي شبكة موجودة في العالم، موجودة طبعا الكهرباء، موجودة المية، موجودة الصرف، موجود الغاز، موجود خطوط التليفون. طبعا الغاز ولا الكهرباء ولا المية ولا الصرف ولا الحاجات دي تقدر توصل لك ايه؟ نتورك.
فقال لك ان مفيش الا خطوط التليفون اللي تقدر الوحيده اللي هي تقدر توصل لنا نتورك. ازاي تقدر توصل لنا نتورك؟ بس في مشكله. ايه هي المشكله؟ ان السيجنال اللي ماشيه جوه خط التليفون دي انالوج، والكمبيوتر ما بيفهمش الا ديجيتال. عشان كده اخترعوا جهاز اللي هو المودم. المودم ده اللي هو اللي عندنا في البيت، اللي هو بيعمل لي عمليه كونفرت، بيعمل لي عمليه كونفرت من الانالوج لديجيتال. فراح اسسوا شبكه اسمها شبكه وكاله مشروع الابحاث المتقدمه اللي هي ادفانسد ريسيرش بروجكت اجنسي نتورك، او اسمه اربانيت. المشروع ده كان اسمه اربانيت، اللي هو ادفانسد ريسيرش بروجكت اجنسي نتورك. المشروع ده كان خاص بوزاره الدفاع الامريكيه. المشروع ده كانت البدايه خالص. وطبعا ده كان بيتكون من اربع كمبيوترات مرتبطه معا بواسطه ايه؟ كابلات التليفون، في مراكز ابحاث تابعه لجامعات امريكا. بعد كده الوزاره قالت لك ايه؟ ان الشبكه دي ميسره على الجامعات بس ومراكز الابحاث والمنظمات العلميه لاجراء الابحاث. يعني هم كانوا اول ما عملوا الشبكه دي كانت جوه الجامعات بس، لو ان اللي هي دي كانت بتسندها وزاره الدفاع الامريكيه. فاصبح ان الوضع في اربانيت ده نمت بشكل ملحوظ، زي ما انت حضرتك شايف ان هو بدات النواه تكبر شويه. ان هو بعد ما كان متاسس باربع اجهزه بس، ربطوا بعد كده الجامعات ببعضيها، بعد كده ربطوا وزاره الدفاع بيها والجيش. في ذلك الوقت بيقول لك كان الوصول للشبكه كان قاصر على الجيش والجامعات والباحثين فقط. يعني هو اربانيت ده كان خاص على الجيش والجامعات والباحثين بس. الوضع ده بعد كده اصبح ان اربانيت ده عباره عن شبكه بتتكون من شبكات. يعني هي اربانيت دي عباره عن شبكه كبيره جواها مجموعه شبكات صغيره ذات ليها مفاتيح ولها اطراف ولها حاجات كتيره. يعني طبعا بترسل المعلومات فيها باستخدام تقنيه المعلومات اللي هي الباكت. يعني هي دلوقتي يعني هي كانت معتمدة ان هي بترسل لنا الداتا عن طريق الباكت اللي ماشية جوه السلك. طبعا دي تتحرك بحرية واستقلالية من طرف لاخر لتصل ايه لمبتغيها. المشروع ده كان غير معروف نهائيا وكان توب سيكريت، ودي كانت اسرار عسكرية لحد سنة 1980. الكلام ده كان لحد سنة 1980. خلي بالكو مفيش حد ذاكر الجزئية التاريخية بتاع الشبكات، مفيش حد من اللي شارحين السيسي ان ايه شارح الجزئية التاريخية بتاعت الشبكات دي. فجم سنة 1980 بدأت تظهر للضوء. فبدأت تظهر للضوء ازاي؟ ان اصبحت التغييرات بقى اصبحت بتحدث بسرعة جدا جدا جدا، وبدأت الشبكة دي تكبر. من سنة 82 ل 85 كانت ولادة الانترنت. كانت ولادة الانترنت. عارفين يا جماعة الانترنت ده سنة 1984 سنة 86 1986 كان الانترنت ده موجود في كل بيت في أمريكا. كان موجود في كل بيت في أمريكا. طبعا احنا هنا في مصر نزل لنا في أواخر التسعينات. فكانت من 92 ل 95 كانت ولادة الانترنت. فراحوا قسموا بقى قسموا اربانيت دي، يعني سنة 83 قسموها لجزئين، حاجة اسمها اربانيت وعندي حاجة اسمها ميل نت. قسموها زي ما قلت لكم الايه لجزئين، اربانيت وميل نت. استخدموا اربانيت دي خلوها لمين؟ خلوها للابحاث المدنيه، اما ميل نت فخلوها لمين؟ للاستخدامات العسكريه. يعني اربانيت ده خلوها لكل الناس، يعني خلوها للناس كلها تشتغل بيها، انما ميل نت ده خلوها للحاجات العسكريه بس. سنه 1980 في شبكات جديده بقت اتكونت لخدمه الفئات والمنظمات، زي مثلا الشبكات للمجتمعات الأكاديمية وشبكات لمنظمات أبحاث الكمبيوتر، مجموعة شبكات كتيرة. سنة 86 بقى
في مؤسسة اسمها مؤسسة العلوم الوطنية أو ناشونال ساينس فاونديشن أو شبكة الباحثين، عملوا إيه؟ راحوا مجموعة من الباحثين ربطوا بعض أنحاء الولايات المتحدة مع بعضيها، يعني كان 5 كمبيوترات عملاقة، إحنا عارفين طبعا أنواع الكمبيوترات، الناس اللي درست سي سي إيه بلس، بدأوا يربطوا مجموعة كمبيوترات عملاقة، الكمبيوتر العملاق ده يعني مثلا قد عمارة. سميت الشبكة دي اتسمت بقى اللي هي NSF Net. اتكونت بعد كده شبكة مراكز الخطوط الإرسال، طبعا دي كانت متكونة بقى من ايه، من الفايبر واليو تي بي والكابلات العادية، طبعا بمساعدة برضو الأقمار الصناعية والمايكرويف وشبكات المايكرويف، الحاجات دي طبعا الحاجات دي كانت بتطور تتحرك بطريق سريع لحد ما وصلت الشبكات للشكل اللي احنا وصلنا له دلوقتي. يبقى انا دلوقتي عرفت بداية الشبكات، نشأة الشبكات، نشأة شركة سيسكو كانت ازاي، ونشأة النتورك كانت ازاي. اساسيات الشبكات بقى، ايه هي اساسيات الشبكات؟ يعني احنا عايزين نعرف دلوقتي يعني ايه شبكات الحاسبات او شبكات الكمبيوتر. يعني ايه كلمة شبكة او كلمة نتورك؟ كلمة نتورك عبارة عن هي مجموعة من اجهزة الحاسب المختلفة مرتبطة ببعضها البعض عن طريق وحدات ربط واجهزة مختلفة للمشاركة في الموارد. ازاي؟ يعني انا دلوقتي عشان اقدر اربط مجموعة اجهزة كمبيوتر ببعض محتاج ايه؟ محتاج وحدات ربط او اجهزة مختلفة، زي مثلا بحط سويتش او هاب وبربط مجموعة ايه النتورك دي ببعضيها، صح كده؟ او انا بربط عن طريق الانترنت، انا يعني مثلا دلوقتي احنا بنتكلم عن طريق الاونلاين، انا بكلمكم عن طريق الاونلاين، فاحنا دلوقتي بنتكلم عن طريق شبكات الوان، شبكات الانترنت. فهي عبارة عن ايه؟ زي ما قلت لك عبارة عن مجموعة اجهزة مختلفة مربوطة ببعضيها بس عن طريق وحدات ربط. طب عشان اقدر افهم يعني ايه نتورك لازم ادرس كلمة شيرينج اوف ريسورسز، ادرس كلمة شيرينج اوف ريسورسز. يعني احنا كلمة شيرينج اوف ريسورسز دي معانا لحد ما نخلص كل اقسام الشبكات في كل مجالات. يعني شيرينج اوف ريسورسز دي متقسمة عندي لثلاث اجزاء، عندي داتا وعندي ديفايس وعندي انترنت. يعني ايه كلمة شيرينج؟ مشاركة، ريسورسز مصادر. ازاي اقدر اعمل مشاركة للمصادر اللي موجودة عندي؟ يعني اقدر اعمل مشاركة للداتا بتاعتي، اقدر اعمل مشاركة للديفايسز اللي موجودة عندي، اقدر اعمل مشاركة عن طريق الانترنت. طيب نتكلم عنها بالتفصيل شوية، بايضاح شوية. في داتا، بالنسبة لداتا، لو انا جينا اتكلمنا هنا على داتا، في داتا هنا انا بقدر اعمل مشاركة عن طريق ايه؟ يعني انا مثلا دلوقتي لو انا مثلا رحت بنك، زمان في البنك مثلا كان الاستخدام بتاع الداتا بتاعتي كان ما كانش فيه داتا، عشان كده الشخص كان بيقف قدام الموظف من صباحيه ربنا لحد اخر اليوم عشان مثلا يقدر يصرف شيك او يقدر يصرف حواله او يقدر يبعت حواله، وكانت الحواله بتوصل بعدها بثلاث اربع ايام. الكلام ده كله كان ليه؟ عشان انا ما كانش عندي داتابيز، ما كانش مثلا كان عندي سيرفر داتابيز كنت اقدر احط الداتا عليه، وما كانش فيه عندي ربط شبكي الناس تقدر الشخص يبقى موجود في الناحيه الثانيه الطرف الثاني قدامه جهاز كمبيوتر يقدر يستقبل حواله او يقدر يصرف الشيك يقدر يدخل على الحساب بتاعي. فطبعا شيرنج اوف ريسورسز دي وفرت لي الجزئيه دي. وفرت لي الجزئيه الثانيه مثلا في موضوع الشيرنج، ان انا مثلا لو انا عندي داتا، الداتا دي موجوده في فرع، موجوده في الهيد كوارتر الموجود في مصر، ومعانا مثلا الاخ عبد الله موجود في امريكا، فانا عايز نسخة من الداتا بتاعتي اللي موجودة معايا دي تروح لي اودها له هناك امريكا، فانا كنت لازم احطها له على ديسك او اسطوانة، وبعد كده اروح احجز طيارة واسافر طيران 16 17 ساعة، بعد كده اروح اديله الداتا، وممكن بعد ما اوصل هناك الديسك بتاعي ده
يبوظ. تعرفين الديسكات زمان كانت وسيلة النقل اللي كانت منتشرة، وكان الديسك ده كان بيبوظ من أقل حاجة، كان بيتلكك عشان يبوظ. لو قربته جنب مغناطيس يبوظ، لو قربته جنب ضوء يبوظ، لو قربته جنب مية يبوظ، لو قربته جنب أي حاجة يبوظ. طبعا الأسطوانة طبعا بتلاقي ممكن تخربش، ممكن تتكسر، ممكن تحصل لها أي حاجة، فممكن الداتا بتاعتي تروح. فأصبح دلوقتي في شيرنج أوف ريسورسز، أنا دلوقتي لو في خط ربط ما بيني وما بين الفرع اللي هناك اللي موجود ده في أمريكا، أو ممكن أعمل حاجة تاني. إيه هي؟ إن حضرتك ممكن تعمل إيه؟ تروح تفتح لك، ترفع الداتا بتاعتك دي اللي أنت عايز تسفرها أمريكا، تببلشها مثلا، ترفعها على أي حاجة من الكلاود وتديله الرابط ويقدر ينزلها. قبل كده ما كانش ينفع الموضوع ده خالص، قبل كده ما كانش ينفع الجزئية دي خالص. كنت حضرتك لازم تاخد الحاجة وتروح توديها لحد هناك. فالشيرنج اوف ريسورسز وفرت لك جزئية موضوع الداتا، ان انا نقل الداتا وفرتها لي. مثلا ان انا عندي سيرفر داتابيز، سيرفر داتابيز دي بدل ما كنت بقف طابور طويل عريض في البنك او البوسطة عشان اصرف حوالة او شيك او اعمل اي معاملة من المعاملات بتاعتي، كنت باخد يوم كامل. فاصبح وفرت لي الجزئية دي، وفرت لي حاجة تاني بالنسبة للايميل. شيرنج اوف ريسورسز بالنسبة للداتا في الايميل. ايه هو الايميل؟ اللي هو الايميل الخاص بمايكروسوفت مثلا، الاكشنج سيرفر. ان اصبح دلوقتي مثلا ان انا لو انا عايز اعمل صاحب الشركة بتاعتي او التشيرمان عايز اعمل ميتنج مع موظفين بتوعه جوه الشركة، فكان بيروح يبلغ مثلا ايه السكرتيره، والسكرتيره بتبلغ مثلا ايه الاوفيس بوي، يروح يلف على الناس اللي موجودين معاه في الشركه. فدي كانت عمليه مرهقه لو حد واخد اذن او واحد واخد اجازه مش هيحضر الميتنج بتاعي. دلوقتي الدنيا اختلفت. دلوقتي انا عندي ان انا ممكن اعمل ايه، ان انا صاحب الشركه بيبعت ايميل من عنده بيوصل لكل الموظفين، وكل الناس دلوقتي معاها سمارت فون، فالايميل هيوصل للناس كلها، هيعرفوا ان في ميتنج. غير كده بيظهر له حاجه يا اما اكسبت يا اما ريجكت، يا اما هيقبل الميتنج يا اما هيرفض الميتنج بتاعك. او ممكن صاحب الشركه لو هو موجود في اي مكان او في اي دوله، ممكن يعمل فيديو كونفرنس عن طريق مثلا سكاي فور بيزنس او لينك سيرفر او اي نوع من انواع الفويس او موضوع الميتنج، ويقدر يعمل اجتماع ما بينه وما بينه وبين الموظفين، وهم يشوفوه وهو يشوفهم، ويقدروا يتراحوا يكلموا بعض فيس تو فيس. يعني ده بالنسبه للداتا بتاعتي، ان شيرنج اوف ريسورسز وفرت لي موضوع الداتا عندي هنا وسهلت لي الموضوع جدا جدا. يعني موضوع ديفايس، ان انا حضرتك دلوقتي بدل ما كنت زمان بتروح الشركه تلاقي كل موظف من الموظفين عنده برينتر ويقول لك لا اصل انا البرينتر اللي انا بطبع حاجات مهمه وما ينفعش حد يطلع عليها او ما ينفعش حد يشوفها. فاصبح دلوقتي ان انت حضرتك بتجيب مثلا برينتر مالتي فانكشنز وبتشيرها للناس كلها، بتعمل عمليه شيرنج، ودي ريسورسز مش البرينتر دي ريسورسز، فانت بتعمل لها شيرنج لمستوى الناس كلها، فبيقدروا يعملوا ايه، يقدروا يطبعوا على البرينترز دي، يقدروا يطبعوا فين على البرينترز بتاعتي دي. طيب انا عندي برضو من ضمن الشيرنج اوف ريسورسز ان انا ممكن سكانر، ممكن اعمل سكانر سيرفر اخلي الشركه بتاعتي تقدر كلها تشوفه. الكاميرز دلوقتي انا ممكن اشيرها، مش دي ريسورسز وانا ما اقدر اشيرها، ممكن اشيرها. يعني ممكن اشيرها، يعني انا ممكن من المكان او ممكن من بيتي او ممكن من اي مكان، حضرتك بتخش على الابليكيشن بتاع الكاميرات اللي موجود عندك على موبايلك، وبتقدر تشوف كل حاجه موجوده عندك فين في شركتك، تقدر تشوف كل حاجة موجودة عندك في الشركة عندك. طيب الانترنت، بالنسبة لموضوع الانترنت، الانترنت بقى ايه بقى في موضوع قصة الانترنت؟ الانترنت هنا المقصود بيه الكونكشن اللي انت هتقدر تربط بيها ما بين الداتا اللي هو الداتا بيز بتاعتك، وما بين الديفايسز عشان اقدر اطبع، وما بينها وبين اليوزر، يعتبر الكونكشن بالنسبة لي. يعني عشان اقدر افهم النتورك لازم اكون فاهم تماما يعني ايه كلمة شيرنج اوف ريسورسز. طيب عندي انواع الشبكات، عندي انواع النتورك، عندي اللي عندك في كذا نوع.
امسح بس الحرف ده. هتلاقي عندك حاجة اسمها لان، هتلاقي حاجة عندك اسمها وان، هتلاقي عندك حاجة اسمها مين. أول حاجة اللان، أنواع الشبكات، هنتكلم تاني على أنواع الشبكات. عندي أول حاجة اسمها الشبكة المحلية أو اللان أو اللوكال أريا نتورك. والمقصود باللوكال أريا نتورك دي أو شبكات اللان هي مجموعة من أجهزة الحاسب أو أجهزة الكمبيوتر مربوطة ببعضيها بواسطة بقى كابلات في منطقة واحدة أو مبنى واحد كوسيلة اتصال، أو مثلا في سويتش أو هاب ورابط ما بينهم. زي ما حضرتك شايف إن هي مجموعة أجهزة مربوطة ببعضها متصلة راو واصلة كده عندي على كيبل، ده اسمه باك بون كيبل، واصلين على الكابل بتاعي الرئيسي. أدي الأجهزة عندي سيرفرات وأجهزة كلاينت، أو ممكن أوصل سويتش أو هاب. طبعا احنا هناخد الفرق ما بين السويتش والهاب. وادي اجهزه الكمبيوتر المتصله بيه، السويتش عندي او الهاب واصلين بيها، واصلين بيها عندي بالديفايس عندي هنا اهو. ده الشبكه اللان، دول موجودين في مبنى معين او موجود مثلا في اوضه معينه او في شركه معينه، متصلين ببعضهم بس ما فهمش انترنت، بس ما فهمش ايه انترنت. يبقى الشبكة اللان هي عبارة عن مجموعة أجهزة متصلة ببعضها على مستوى داخلي، على مستوى داخلي. طيب الشبكة الوان، الوان اختصار كلمة ايه؟ اختصار كلمة وايد اريا نتورك، اختصار كلمة وايد اريا نتورك. طبعا الوان هي عبارة عن ايه؟ طبعا احنا بنمثلها تمتد لمنطقة كبيرة بين مجموعة الدول، أو إحنا بنمثلها بحاجة تانية، بنقول لي عبارة عن مجموعة أجهزة متصلة ببعضيها بس على مستوى العالم كله. يعني الشبكة الوان هي عبارة عن مجموعة أجهزة متصلة ببعضيها على مستوى العالم كله. دي الشبكة الوان، أو إحنا بنسميها الشبكة العنكبوتية، بنمثلها بالشبكة العنكبوتية. يبقى الشبكة الوان عبارة عن مجموعة أجهزة متصلة ببعضها على مستوى العالم كله. يعني زي مثلا إيه، أنا دلوقتي مثلا موجود في مصر، موجود في الدقي، أنا بكلم دلوقتي مين؟ بكلم باشمهندس نادر، باشمهندس نبيل موجود في ألمانيا، باشمهندس عبد الله موجود في امريكا. فاحنا مربوطين على مستوى العالم، انا جهازي بيقدر يكلم جهازه، وجهازه بيقدر يكلم جهازي، والاجهزه متصله ببعضيها. فاحنا مجموعه الانترنت ده انا اعتبر ما اعرفلوش بدايته فين ونهايته فين، فهو عباره عن مجموعه اجهزه متصله ببعضيها على مستوى العالم كله. عندي في شبكه ثالثه اسمها المان، او اختصار كلمه متروبوليتان اريا نتورك، اختصار كلمة متروبوليتان اريا نتورك. ومتروبوليتان اريا نتورك دي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الشبكات المخصصة لمكان جغرافي معين. يعني ايه؟ او احنا بنسميها هي لربط مواقع جغرافية ببعضها. يبقى المان، الشبكة المان دي لربط مواقع جغرافية ببعضها. يعني ايه ربط مواقع جغرافية ببعضها؟ يعني مثلا انا عايز اربط موقع جغرافي بموقع جغرافي، يعني مثلا عايز اربط جامعة القاهرة بجامعة كامبريدج مثلا، فده موقع جغرافي موجود في الجيزة، وكامبريدج موجودة فين؟ في انجلترا مثلا يعني. او مثلا عايز اربط جامعة اسكندرية بجامعة ستانفورد بسان فرانسيسكو، بولاية سان فرانسيسكو بكاليفورنيا. فانا بربط موقع جغرافي، يعني بربط الجامعه بس بالجامعه دي بس، الاثنين بيكلموا بعض عن طريق كده لان، بيكلموا بعض عن طريق لان. فده اسمها المان، بتاع المان. ودي طبعا لربط زي ما قلت لك مواقع جغرافيه ما تزال تحت، تقع تحت مسمى المحليه، وتصلح لربط مدينتين
متجاورتين، واستخدم في ربط هذا النوع شبكات الالياف الضوئيه البصريه اللي هي مثلا اللي هي زي ما قلت لك الفايبر تشانل، الفايبر كيبل، دي لربط شبكات المان. يبقى احنا عشان نرجع تاني ليهم، انا عندي اللان، عندي الوان، عندي المان. طيب عندي تصنيف بعد كده الشبكات، عندي نوعين من انواع الشبكات، عندي شبكات الورك جروب او البير تو بير، وعندي الشبكات القائمة على كمبيوتر خادم او سيرفر. انا عندي نوعين من انواع الشبكات، عندي شبكات الورك جروب او البير تو بير، وعندي الشبكات القائمة على كمبيوتر خادم او سيرفر. شبكات الورك جروب او البير تو بير ده نوع من الشبكات، زي الشبكة اسمها ستاند الون، هو احنا عبارة عن مجموعة اجهزة متصلة ببعضهم وفي ما بينها سويتش او هاب، زي مثلا جيمس، سام، ساندرا، باركر مثلا، كوجو، كريستين مثلا، دي مجموعة اجهزة كل واحد ليه جهازه خاص بيه، واحنا في سويتش ما بيننا وهم رابطين بعضهم. دول شبكات البير تو بير او الشبكات المحلية او شبكات الورك جروب. طبعا هنا مفيش اقدر اعمل بوليسي، ما ينفعش ادي بيرميشن، ما ينفعش ادي صلاحيات لحد، ما ينفعش اطبق سكيورتي لحد، كل جهاز تقدر تطبق عليه كجهاز قائم بذاته بس، كجهاز قائم بذاته فقط لا غير. عندي الشبكات بعد كده القائمة على كمبيوتر خادم او سيرفر، اللي هو في سيرفر، يعني مثلا هو في سويتش عندي هنا والاجهزه متصله بيه، بس في عندي كمبيوتر ده اسمه دومين كنترولر، السيرفر ده هو بيقدر يتحكم في الاجهزه بتاعتي دي. يعني مثلا عندي برينترز هنا، خلي مين اللي يقدر يطبع ومين ما يقدرش يطبع، مين اللي بيقدر ياخد بيرميشن ومين ما يقدرش ياخد بيرميشن عليه. في طبعا عندي مصطلحات مهمة جدا، عندي حاجة اسمها الكمبيوتر خادم او السيرفر. السيرفر ده زي ما انت حضرتك شايف الجهاز ده، ده شكل السيرفر بتاعي. السيرفر ده بيكون ليه مواصفات معينة، طبعا بينزل عليه نظام تشغيل معين زي ويندوز سيرفر او احد توزيعات اللينكس، ده بيقدم خدمة معينة. عندي بعد كده الكمبيوتر الكلاينت اللي هو الكمبيوتر العادي اللي زي اللي حضرتك بتشتغل عليه عندك في البيت، وده عشان تقدر تستفيد من خدمات السيرفر بتاعك. عندي بعد كده الورك ستيشن او محطات العمل. الورك ستيشن ده يعتبر هو كمبيوتر عادي، يعتبر الناس بتقول عليه سيرفر بس هو كمبيوتر عادي، بس مواصفاته كبيرة شوية، يعني بيبقى فيه اكتر من بروسيسور، بيبقى فيه كارت شاشة كبير، بيبقى فيه عدد رامات كتيرة جدا، عشان ده بيستخدمه في معالجة الرسومات، وبيستخدموها في ديزاين والثري دي ماكس والاوتوكاد والحاجات دي كلها. في عندي حاجه اسمها الدمب تيرمينال او الطرف الغير فعال. الدمب تيرمينال ده عباره عن جهاز كده صغير بيبقى فيه مكان كيبورد وماوس وشاشه، ده حضرتك بجهاز ده بمجرد ما انت بتفتحه بيعمل لك بيعمل عمليه اتصال ريموت ديسكتوب على السيرفر الاساسي بتاعك، وبيبقى حضرتك ليك اكونت على السيرفر، فهو بيدخلك على السيرفر عشان تقدر تشتغل على السيرفر على طول. عندي حاجة اسمها الفاير وول او الجدار الناري. فاير وول او الجدار الناري، الجدار الناري ده عبارة عن ديفايس سواء هاردوير او سوفت وير بيعملك عملية فلتريشن للانترنت عندك، يعني هو بيقلل لك الحماية عندك زي فلتر مثلا او مصفى، بيحمي لك اللان بتاعتك، الشبكة اللان بتاعتك الداخلية من اي اتاكر عليها او اي فيروس او اي ورم او اي حاجة. عندي النود، النود ده او نقطة التلاقي، ان انت بي عندك سيرفر، السيرفر ده بيبقى فيه كذا نسخة منه عشان لو سيرفر وقع بقى السيرفرات تكون شغالة. نفس الكلام في الرواتر، لما نيجي نشتغل على الرواتر بيبقى فيها ما في لود بالانسر ما بين الرواتر، بيبقى فيه كذا راوتر نود منه، لو راوتر اتحرق او حصل راوتر جراله اي شيء، الراوتر التانية او السويتشات التانية اللي ممكن اعملها في السويتشات بتبقى شغالة مكان. عندي حاجة اسمها الماك ادرس. الماك ادرس ده اختصار كلمة ميديا اكسس كنترول، ده عبارة عن رقم موجود على كارت النتورك بتاعي.
ده مكتوب او معمول بنظام السادس عشر او الهكس ديسمال. بيتكون من ايه؟ من ايه لحد اف، ومن زيرو لحد تسعة، بيبقى شكله عامل زي كده. زي ما قلت لك الماك ادرس بيبقى رقم موجود على التشيبسيت بتاع كارت النتورك. ما ينفعش ان ماك ادرس يتشابه ما بينه وما بين ماك ادرس تاني، ما ينفعش نهائيا. يعني كل جهاز كمبيوتر ليه الماك ادرس الخاص بيه، ما ينفعش يتشابه معاه. نكمل. عندي بعد كده المتطلبات الأساسية للشبكات. إيه هي المتطلبات الأساسية عندي عشان حضرتك تقدر تعمل نتورك، تقدر تعمل شبكة؟ المتطلبات الأساسية عندك ثلاث حاجات: عندك الكونكشن، عندك الكوميونيكيشن أو وسيلة الاتصال، وعندك السيرفيسز. يبقى أنا عندي ثلاث حاجات عشان أقدر أعمل نتورك. محتاج إيه؟ محتاج كونكشن، محتاج كوميونيكيشنز، محتاج سيرفيسز. كونكشن اللي هي محتاج كونكشن، محتاج اتصال. الكوميونيكيشن محتاج وسيله اتصال، محتاج مثلا زي كونكشن مثلا زي الكيبل، وسيله الاتصال بتاعتي اللي هي الكوميونيكيشن مثلا زي السويتش. السيرفيسز المقصود بيها البي سي، محتاج البي سي عشان اقدر اربط الثلاثه ببعض. يبقى انا محتاج الكابل، محتاج كابلات، محتاج سويتش او هاب، محتاج ايه؟ كمبيوتر عشان اقدر اربط او اقدر اعمل عمليه وصله، عمليه اتصال سيرفيسز. عندي بقى كده مخططات الشبكات اللي هي النتورك توبولوجيز، مخططات الشبكات او النتورك توبولوجي. عندي اول حاجه، عندي حاجه اسمها الباس توبولوجي، او المخطط بتاعي اسمه الباس توبولوجي او التخطيط الناقل. احنا بنسميه بالعربي كده، اسمه التخطيط الناقل. ايه هو التخطيط الناقل بقى بتاعي ده؟ يعني معناته ان حضرتك هي مجموعه اجهزه كمبيوتر متصله ببعضيها عن طريق كابل. الكابل ده اسمه باك بون كيبل. انا حتى انا شارحها لكم كده، قلت لك عباره عن مجموعه من اجهزه متصله ببعضيها على التوالي بالاشاره تشير في تسير في اتجاه حيث يتم ارسال البيانات على الشبكه على هيئه سيجنال الى كل الاجهزه المتصله بالشركه بالشبكه. ويقوم الكمبيوتر الذي يتوافق معايا، طبعا هم بيتكلموا بعض عن طريق الماك ادرس. يعني من ضمن الاسئله المشهوره جدا في الانترفيو يقول لك ايه؟ هو الماك انشي الاول ولا الاي بي الاول؟ لا، الماك ادرس الاول، عشان الماك اخترع في السبعينات من القرن الماضي. زمان كانت الاجهزه بتكلم بعضها عن طريق الماك ادرس. فدول كانوا بيكلموا بعض، الاجهزه دي بتكلم بعضها عن طريق الماك ادرس، ما كانش لسه فيه اي بيهات. فكنت بوصل ما بينهم كابل كده اسمه باك بون كيبل، كان باك بون كيبل. الكابل ده كان مفتوح من هنا وكان مفتوح من هنا، ما كانش فيه لسه جهاز ترمينيتور ده. كنت مثلا لو انا عايز ابعت داتا من الجهاز اللي هنا ده، وجينا جبنا هنا البن، لو انا عايز ابعت داتا من الجهاز ده لجهاز تاني ده، عايزين مثلا ايه؟ لو انا عايز ابعت داتا من الجهاز ده للجهاز ده، الداتا بتمشي ازاي؟ الداتا بتمشي من هنا كده 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 للجهاز ده بس. لا طبعا، كانت بتروح برضو للجهاز ده، بتروح للجهاز ده، تروح للجهاز اللي هنا، تروح للجهاز اللي هنا، وتروح للبرنترز، وبتمشي الداتا لحد اخر الكابل. ما كانتش تلاقي حاجه قافلاها، فكان بتروح تعمل لها ايه؟ الداتا دي كانت بتقع، بيحصل لها حاجه اسمها كيل داتا. كانت الداتا بيحصل لها حاجه اسمها كيل داتا، لحد ما اخترعوا لك جهاز اسمه الترمينيتور. الترمينيتور ده كان بيقفل لك طرف الكابل من هنا. طبعا زي ما قلت لك ان الشبكه هنا متصله على طريق التوالي، يعني جهاز بيدي لجهاز بيدي لجهاز بيدي لجهاز. فكنت بقفل طرف الشبكه بتاعتي من هنا بالترمينيتور، وبطرف الكابل من هنا بالترمينيتور. فكانت الداتا بتمشي لحد نهايه طرف الكابل، تلاقي الكابل بتاعي مقفول، كانت بترد تاني وبتوصل لجهاز الديستنيشن. بس طبعا الشبكه دي كانت عيوبها اكتر من مميزاتها. اولا الباك بون كيبل او الكابل الرئيسي اللي انا شغال بيه ده، اللي هو الكو اكسل كيبل او كابل الدش اللي عند حضرتك في البيت،
كابل الدش ده طبعا ما كانش فيه عندي لسه كابلات اليو تي بي. طبعا الكابل ده لو اتهز مشكله بقت في النتورك بقى، دي كانت لها مشاكل كتيره. هي ان لو كابل فصل من الكابل من الاجهزه دي، كابل من جهاز من الاجهزه دي فصل، كانت الشبكه كلها بتقف. ليه؟ ما احنا لسه قايلين ان هي على التوالي، يعني جهاز بيدي جهاز، لو جهاز فصل الشبكه كلها بتفصل. ده اول عيب. تاني عيب ليها ان ده انا عندي دلوقتي ما ينفعش تعمل حضرتك سند وريسيفد في نفس اللحظه، يا اما تعمل سند يا اما تعمل ريسيفد. لو عملت سند وريسيفد في نفس اللحظه هيحصل لك كوليجن. يعني ايه كوليجن؟ يعني عمليه تصادم للداتا بتاعتي. حضرتك الجهاز ده بيكلم الجهاز ده، الجهاز ده بيكلم الجهاز ده، والجهاز ده بيكلم الجهاز ده، فاصبح دلوقتي كل جهاز بيكلم الجهاز ده، ده بيعمل عمليه سند، ده بيعمل عمليه ريسيفد. فالسند والريسيفد اتقابلوا مع بعض في كابل واحد. طبعا الكابل ده كان وان واي، كان بيمشي يا اما سند يا اما ريسيفد، ما ينفعش يشتغل في الاثنين في نفس اللحظه. لو حصل بقى ان الاثنين اشتغلوا في نفس اللحظه كان بيحصل عندي حاجه اسمها ايه؟ كوليجن دومين. يعني ايه كوليجن؟ يعني كانت الداتا بيعمل لها عمليه تصادم للداتا عندي، كان بيعمل لها عمليه تصادم عندي، يعني الداتا بتصادم ببعضيها يعني. فراحوا اخترعوا بقى ايه؟ اخترعوا لك حاجه اسمها سيزما سي دي للتغلب على مشكله الكوليجن دي. اخترعوا لك حاجه اسمها سيزما سي دي اللي هي كارين سيستم مالتي بي اكسس كوليجن ديتكشن. دي كانوا بيستخدموها في الوايرد، يعني في الكيبل. ان هي بتعمل ايه بقى؟ ان الجهاز يقوم بارسال داتا لاي جهاز، يقوم بعمل عمليه سنس بقى. السيزما سي دي بقى هو بيعمل لك زي سنسور، ان هو بيعمل لك ايه؟ بيقف لك، بيعمل لك، بينظم لك عمليه المرور جوه الشبكه بتاعتك، مين اللي هيعمل سند ومين اللي هيعمل ريسيفت. ما ينفعش ان اتنين يعملوا سند وريسيفت في نفس اللحظه، لا. يعني مثلا جهاز واحد هيعمل ده، هيرسل، هيعمل سند لداتا معينه لجهاز ثلاثه، وجهاز اتنين هيستقبل من جهاز اربعه، لا. هو جهاز واحد هيكلم جهاز ثلاثه، الشبكه كلها هتقف لحد ما ده يبعت لده. بعد كده يعمل ايه؟ بعد كده يوقف الشبكه شويه، الدنيا تهدى، الباندوس يرجع كويس. بعد كده جهاز اتنين يكلم جهاز اربعه ونفس الكلام. فطبعا الشبكه دي كانت بطيئه جدا، وكانت بتحصل فيها مشكله ايه؟ الكوليجن دي، وكانت مشاكلها اكتر من امتيازاتها. فزي ما قلت لك ده مشكلة الباست بولوجي، ان هي ما ينفعش ان جهازين يشتغلوا، حد يعمل سند وواحد يعمل ريسيفد في نفس اللحظة، يا اما حضرتك تعمل سند يا اما تعمل ريسيفد. ما ينفعش الاتنين يشتغلوا في نفس اللحظة، يا اما حضرتك تعمل سند يا اما حضرتك تعمل ريسيفد، انما الاتنين يشتغلوا في نفس اللحظة ده صعب. غير كده مشكلة كتير جدا ان لو جهاز فك اتفصل من الاجهزه دي كل الشبكه وقعت من الاجهزه طبعا، وكابل كويكس الكيبل كان ممكن يفصل سهل جدا ان هو يفصل. فدي كانت المشكله، كانت في الشبكه دي ان هي كانت بتحصل فيها اعطال كتيره جدا جدا جدا. دي كانت بدايه الشبكات عندي. طبعا خلي بالك هم عملوا لك سازما سي دي سي اي اللي هي كارير سنس مالتي اكسس كوليجن افودنس. دي كانت عبارة عن نفس الكلام اللي بيحصل في الوورد بس هنا في الوايرلس. عندي بعد كده الستارت بولوجي او التخطيط النجمي. عندي بعد كده الستارت بولوجي او التخطيط النجمي. الستارت بولوجي ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن انت حضرتك عندك سويتش او هاب وكل الاجهزة متصلة بيه. طبعا الشبكة النجمية دي اللي احنا شغالين بيها دلوقتي، اللي احنا موجوده في اي منشاه، ان انت حضرتك بتروح تجيب سويتش كده وبتروح بتكون واصل بيه كل الاجهزه اللي موجوده عندك في الشركه بتاعتك، بتبقى واصل فيها كل الاجهزه اللي موجوده عندك في شركتك زي ما انت شايف كده. يعني كل جهاز متصل بالسويتش او الهاب اللي عندك اللي موجود في الشركه عندك. بس هنا بقى هي العيوبه، لو حصلت مشكله في السويتش او الهاب الشبكه كلها وقفت، بس انت حضرتك لو غيرته هتلاقي الدنيا الشبكه كلها اشتغلت. عندك بعد كده حاجة اسمها الرينج توبولوجي أو المخطط الحلقي.
الرينج توبولوجي عباره عن ايه؟ عباره عن دايره زي ما انت حضرتك شايف كده، وكل الاجهزه متصله بيها، عباره عن شركه عن شكل حلقي او دايره تنتقل الاشاره في اتجاه واحد. يعني مثلا ايه، الجهاز ده هو اول جهاز واخر جهاز عشان الداتا ماشيه كده. زي ما اقول لك ان حيث يكون الجهاز الاول هو ايضا الجهاز الاخير في الحلقه، ويستقبل كل الاجهزه الاشاره ويستجيب بناء على ايه؟ عليها. طبعا هو كل جهاز بيعمل عمليه توليد للسيجنال للاشاره للجهاز اللي بعديه، وبيعمل عمليه توليد للسيجنال للجهاز اللي هيوصل بعديه على طول يعني. طبعا خلي بالك ان برضو نفس المشكله في الشبكه. طبعا الشبكه دي كنت بتعمل ايه؟ كنت بتروح تسطب على كل جهاز من الاجهزه دي حاجه اسمها التوكن، بتعمل حاجه هنا اسمها التوكن، بتنزل على كل جهاز من الاجهزه دي حاجه اسمها التوكن. التوكن ده بيروح يعمل لك عمليه تنظيم للاجهزه. يعني ايه تنظيم للاجهزه؟ يعني برضو مين اللي هيعمل سند ومين اللي هيعمل ريسيفد. غير كده الاجهزه عندي هتحصل فيها كوليجن عشان الداتا ماشيه كده، ماشيه على هيئه دايره. وبرضو نفس الكلام الداتا عندي هنا يا اما سند يا اما ريسيفد، ما ينفعش تعمل سند وريسيفد في نفس اللحظه، يا اما سند يا اما ريسيفد، تمشي في اتجاه واحد بس. نفس الكلام برضو لو كابل اتقطع هنا الشبكه كلها فصلت. ليه؟ عشان زي ما قلت لك ايه، هي ماشيه على شكل حلقي. طبعا بتكون اداء الشبكه دي ممتاز في حاله وجود عدد كبير من الاجهزه. برضو نفس الكلام، انا برضو ما انصحكش ان انت تشتغل على النوع ده من انواع النتورك بتاعتك اللي هو الرينج توبولوجي، عشان انت معرض هنا لو كابل هنا اتقطع الدنيا كلها وقفت، الشبكه كلها عند حضرتك وقفت. عندي بعد كده المش توبولوجي او المخطط الشبكي. المش توبولوجي او المخطط الشبكي عباره عن ايه بقى؟ المش توبولوجي عباره عن كل جهاز متصل بالاجهزه الثانيه عن طريق كابل. يعني ايه؟ يعني مثلا عندي هنا 6 اجهزه، كل جهاز فيه 5 كابلات، في كل جهاز من الاجهزه هنا فيه 5 كابلات، بحيث ايه؟ بحيث ان انا مثلا لو الكابل اللي ما بين الجهاز ده والجهاز ده اتقطع، انا بقدر ممكن برضو اقدر اوصل له عن طريق الجهاز هنا، اقدر اوصل له عن طريق الجهاز هنا، اقدر اوصل له الجهاز ده الجهاز ده. طبعا مشكلتها الشبكه اللي هو الميش توبولوجي، اولا هتكون معقده. انا بتكلم معاك في خمس ست اجهزه، اولا انت لو عندك 100 جهاز او 200 جهاز او 300 جهاز، اولا هتوصل كل جهاز فيه 300 كابل، وانهي جهاز هيقدر يشيل 300 كارت نتورك؟ فطبعا المخطط الشبكي ده مش هينفع عشان تكلفته عاليه جدا جدا، انها بتستخدم كابلات كتيره وبتستخدم كروت نتورك كتيره جدا جدا، فيعني ده مش تقدر تشتغل عليه. عندي حاجه اسمها الستار باس توبولوجي. عندي برضو حاجه تاني اسمها الستار باس توبولوجي، دي عباره عن ايه بقى؟ المخطط الناقل النجمي ده هو عباره عن ستار توبولوجي مع باس. يعني يعني انا عندي سويتش اهو متصل بيه مجموعه اجهزه، ده ستار توبولوجي، وعندي سويتش هنا متصل بيه مجموعه اجهزه، وعندي سويتش هنا متصل بيه مجموعة أجهزة، وفي ما بينهم كابل اسمه الباك بون كيبل. الكابل ده اسمه الباك بون كيبل، أو إحنا في الحياة العملية بالنسبة لنا دلوقتي وإحنا شغالين اسمه الأبلينك. يعني مش هتسمع كلمة باك بون كيبل دي خالص، أنت هتسمع حاجة اسمها الأبلينك. الأبلينك الواصل ما بين السويتش واحد لسويتش اتنين لسويتش تلاتة، أو مثلا إيه، في برضو نوتة من انواع الشبكات ان انت بيكون عندك سويتش كور. سويتش الكور ده كانك مخطط الستار، ومتواصل بيه كل السويتشات اللي موجودة عندك في الانفيرومنت بتاعتك. طبعا السويتش الكور ده هو اللي بيشغل كل السويتشات اللي موجودة عند حضرتك في الانفيرومنت بتاعتك. طبعا هنا السبيد للتوبولوجيز، السبيد عندي السرعة بتاعتي في الباست توبولوجي هي 10 ميجا بت بير سكندز، في الرينج توبولوجي هي 45 ميجا بت بير سكندز، في الستار توبولوجي هي 100 ميجا بت بير سكندز. هنا الديفايس بقى، انا بستخدم ديفايسات ايه؟ في الباس توبولوجي انا بستخدم التربينيتور عشان اقدر اقفل الطرف الكابل من هنا ومن هنا. في الرينج توبولوجي انا بستخدم التوكن او الميو.
في الستارت بولج بستخدم الهب او السويتش. طبعا الكيبلز انا في الباست بولج بستخدم الكوكسل كيبل، في الرينج بولج بستخدم اليو تي بي، في الستارت بولج بستخدم اليو تي بي. طبعا عايزكم تعرفوا برضو حاجه، عندي حاجه في منظمه اسمها الاي تريبل اي اند نتورك ستاندر اللي هي انستيتيوت اوف الكترونيكال اند الكترونس انجينيرنج، ودي هنتعرض ليها في شغلنا كتير قوي. عايزين نعرف ثلاث مصطلحات عندنا النهارده. عندي حاجه اسمها السيمبل دوبلكس، عندي حاجه اسمها الهاف دوبلكس، عندي حاجه اسمها الفول دوبلكس. عندي ثلاث حاجات عندي حضرتك تكون عارفهم. عندي حاجه اسمها السيمبل دوبلكس، عندي حاجه اسمها الهاف دوبلكس، عندي حاجه اسمها الفول دوبلكس. لو جينا اتكلمنا على السيمبل دوبلكس ده عباره عن ايه، عباره عن نوع، النوع ده من الداتا بيبعت، النوع ده من الداتا عندي بيروح يعمل ايه، بيروح يبعت ويستقبل الداتا زي الكيبل بتاع التلفزيون. يعني الكابل بتاع التلفزيون يا اما يستقبل اشاره يا اما يرسل اشاره، حاجه من الاثنين، ما ينفعش يعمل الاثنين في نفس اللحظه، يا اما يبعت اشاره يا اما يستقبل اشاره، بيعمل حاجه من الاثنين بس، ما ينفعش يعمل الاثنين في وقت واحد. عندي الهاف دوبلكس. الهاف دوبلكس ده بيعمل ايه؟ الهاف دوبلكس ده بيستقبل، يا اما بيبعت داتا يا اما يستقبل داتا بس مش في نفس اللحظة. يعني بيقدر يستقبل او يرسل بس مش في نفس اللحظة. زي اللاسلكي بتاع الشرطة. اللاسلكي بتاع الشرطة هاف دوبلكس. يا اما حضرتك تعمله سند يا اما تقدر تعمل ريسيفت. يعني حاجة من الاتنين بس ما ينفعش الاتنين في نفس اللحظة. احنا عندنا برضو نفس الكلام حتى في الستارت، في الستارت بولوجي لو انت استخدمت هاب يا اما سند يا اما ريسيفت. في الباست بولوجي، في الرينج توبولوجي، الكلام ده كله بيبقى هاف دوبلكس مش فول دوبلكس، يا اما سند يا اما ريسيف، بتشتغل في حاجه واحده بس، ما ينفعش تشتغل الاثنين. عندي الفول دوبلكس بقى. الفول دوبلكس يعني انت حضرتك تقدر تستقبل وترسل في نفس اللحظه، تقدر تستقبل وترسل في نفس اللحظه، تقدر تعمل الاثنين على طول. ده الفول دوبلكس. عندي عايزين نعرف السبيد اوف بورت اند انترفيس، السرعه بتاعت الانترفيس عندي والبورت. عندي الايثرنت ودي سرعتها 10 ميجا بت بير سكندز. عندي الفاست ايثرنت ودي سرعتها 100 ميجا بت بير سكندز. الجيجا ايثرنت ودي سرعتها 1000 ميجا بت بير سكندز. عندي ال 10 جيجا بت، 10 جيج ايثرنت ودي سرعتها 10 جيج، 10 جيجا بت بير سكندز. كده السلايد بتاعنا الاولاني كده انتهى. فاحنا طبعا مش عايزين نطول المحاضره اكتر من كده، فهنوقف لحد كده المحاضره بتاعتنا، وان شاء الله نشوفكم في محاضره تانية. حد عنده اسئله يا جماعه في الكلام اللي انا قلته؟